سلام غزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم البنات غادي يكون هكا، واحد الخرجه غنشاركها معكم. غنخرج نتغدى على برا انا وللدار كامله، صراحه العائله كامله، وغنشارك معكم. غنديو هكا الدراري يلعبوا شويه ويخرجوا يبدلوا شويه الجو. كيف كتشوفوا اليوم الجو سخون والحال مشمش، نبدلوا هكا هذاك الروتين اليومي. فغادي تبقاو معايا البنات، غادي نشارك معكم دابا شنو غادي ندير هكا، شي حاجه خفيفه. كيف كتعرفوا المكياج ديال النهار انا ما كنتقلش بزاف، كندير هذاك الشيء غير خفيف. واخا غنزرب شويه الفيديو حيت دابا مزروبه وما بغيتش نبقى نطول عليكم في الفيديو، وحتى انايا ما نطولش هكا في الهضره. غادي تبقاو معايا حتى الاخر، نكمل المكياج ديالي وعند نتلاقاو. جيت البنات، المهم كيف كتشوفوا المكياج كيجي خفيف. كيف تعودتوا عليا دائما الا كنت خارجه هكا بنهار كندير المكياج كيكون هكا خفيف، ما كيبانش معيق. لبست هادشي، انا غنقلب لكم الكاميرا وغتشوفوني شنو لبست. المهم البنات ما ديوهاش على الروينه اللي مورايا، الدنيا خليتها مرونه. المهم لبست هاد التريكو هذا هكا كيجي هكا قصاور، لبست مع هاد البودي هذا في النوار كول مونتي، وهاد الفولار هذا فيه غوتشي. صافي لبست كلشي كحل، ولبست هاد البوتينغ هذا اللي شاركته معكم في الانستغرام. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش انستغرام، غنخلي لكم في صندوق الوصف دائما الجديد كنحطو تمايا الساك ديالي المعتدل. البنات كنحماق على هاد الساك كيرتاح فيه بزاف، كيجيني مع كلشي. صافي هادشي اللي كاين، هذا هو اللوك. درت هكا فولار. المهم غنخرج البنات وهانتوما معايا. البنات حنا يلاه وصلنا، المهم مشاو الدراري يلعبو. مصورتشكم تما حيت كتعرفو القانون جد الدراري صغار ما كيبانوش في يوتيوب. دابا غادي ندخلو نتغداو وهانتوما معايا. بالنسبة للبنات هما اللي غادي يعرفو الصراحة هاد البارتي هذا وهاد البلاصة. تسمينا هادشي ديال الفطور، هادو هو الماني ديال الغدا. عندهم كل شيء صراحة، والمكياج عندهم زوينة ونقية، بيتزا، كريم كراميل، تيسير، لي بات، كل شيء كل شيء عندهم زوين. نشوفوا شنو غناخدو ديك الساعة، نوريكم نشارك معاكم شنو خدينا. ستيك اخويا عافاك شويه مزيان، هذيك ستيك تشوى شويه مزيان مزيان. شكرا. والله
هانتوما الفرحه مع بعض ما عليكم هذا خارج لا تخرجوا ان شاء الله اليوم بس كونوا معانا ان شاء الله هانتوما معانا خدي ديالك هبه ما غادي بالصحه بالصحه والراحه دينا دابا خاصة ضروري غناخذو شي قهيوة المهم خليت ماما كتاخذ هي وإلهام هكا قهوة أنا غناخذ غير كلاص وغنمشيو دابا نشوفو الدراري كيلعبو واخا مغنقدرش نصور لكم كيف قلت لكم الدراري كيلعبو حيت ممنوع منعو علينا هاد القضية وخا الصراحة خسروها المهم هانتوما معايا يلا نمشيو نشوفو غنصور لكم شي لقطات يلا معايا هما جايين شربوا قهوه جايين عندنا لبلاصه اللعاب يلا شي كلمه شي كلمه سلام البنات كبيري لاباس عليكم نتمنى لكم تكونوا بخير وهانتوما معانا شفتي فين الدار تقول لها هانتوما معانا شي دار حتى غادي نهربي هانتوما انا كنصور فيهم وما غادي نهربي تابعين الدراري ودابا غديوني تما ما يمكنش تصور تما انا دابا حدي هنايا حنا يلا دخلنا للدار البنات المهم داس شي زوينه الصراحه شاركت معكم كل شيء كنبغي نمشي نبدل حوايجي ونعاود نتسلم البنات المهم طلعت للدار بدلت حوايجي صافي صافي ما بقيتش غنخرج ساعه ماما قالت ضروري خصك تقاد شي تخربيق خاصها حيت غدا ان شاء الله غادا تمشي وصافي هذا الشيء اللي كاين المهم هانتوما معايا معلو الطلاقه الناس باش خرجنا على هذا المفرج هذا عندي انا ديجا واحد قلت لماما بغات واحد تاخذ ديري اليوم 99 درهم زوينين الصراحه هاكا فيها جوج كيسان الثمن ديال 199 شوفها مكيناش محطيناش هنا هادي المهم كنت غنصت لكم الفيديو قبل فاش رجعت للدار من اللي كنا خارجين ولكن المهم حتى خرجت لي ماما بلان قالت لي والو ضروري تخرجي معايا لانه ان شاء الله غدا غادي تمشي بغات تقدا شي ميعنات وهذا خاصينها من مرجان ومشينا ولقينا نيت لقينا هذا البروموسيون واعره البنات في الماعن في كل شيء في السوبيرات في طبيصلات داكشي كيحمق زوين خدات هذاك المقراج اللي وريتكم البنات ديال الضو هذا اللي وريتكم راه وريتكم في الفيديو خدات هذا ديال لي 99 درهم وديجا انا عندي واحد كنخدم به زوين البنات وهكا يعني كيصبر وها اينوكس صحيح ماشي بحال هذاك اللي وريتكم الاخر ديال البلاستيك كاين انواع بزاف ولكن احسن حاجه ديال اينوكس فايت هي عندها هذاك ديال البلاستيك دغيا خسر حتى انا كان عندي مصدق شي زوين هذا البنات زوين و 99 درهم حتى لا تحرق ولا شي حاجه يعني تمشي تشري واحد اخر وصافي تعمل راسك ثاني حاجه خدينا هاد السوبرات البنات ديال الكونجيلاتور كيف كتشوفوا هادو اللي كتكون فيهم هاد اللعيبه هكا كيكونوا مخصصين في الكونجيلاتور هانتوما شوفوا واش باين لكم هكا ولا هكا هما هادو ها هما البنات هادو ديال اللي كيتلجوا وما كيتهرسوا ما حتى شي حاجه زوينين حتى هما حاطينهم في مرجان بزاف يعني حاطين كاع الاحجام كاين هذاك الكبير وكاين هذا هكا بغيتوا تحكوا فرماج بغيتوا ديروا شي حاجه هكا في الكونجيلاتور تبقى لكم في السوبر من الاحسن صراحه من الاحسن من البلاستيكه صافي خدات هادو ثلاثه في الالوان وفيهم مازال
الغوز، الغوزان ديالهم المهم خدات هي ثلاثه من هادو، وخدات هذه وحده واعرين بلاصه هادو دايرين واقيلا 10 دراهم، وهذه دايره 15 درهم يعني هذه الكبيره، وكاين صغر منها دايره واقيلا هي 10 دراهم، ماشي صغر منها في الحجم غير هكا هابطه ما عريضاش بزاف. خدات هاد البلاطو اللي حمقني الاحمر، يعني شوفوا شوفوا كي داير، وهنا حرش يعني واخا تحطي فيه شي حاجه ما كيزلق ما والو. شوفي هذا فيه الالوان، فيه اللون، فيه البيض، فيه الكري، فيه الباج، فيه الكحل، وفيه الكبير والصغير. هذا الصغير وكاين الكبير ديالو واقيلا كيدير 30 درهم، هذا البنات داير 15 درهم. كيف قلت لكم كاين معنات غزالين. هذا نوريكم شنو علاش خداتو، خداتو على حساب هادو البنات، ها هما هاد بحال البواطات هكا دير في بغات دير فيهم هي الزبده والزيت والكونفيتير والفرماج هكا فوق الطبله. خدات هاد البيض وخدات الحمر حتى هو كنت نطيح. بالنسبه لهادو خدات فيهم هاد البلاطو هذا باش نوريكم باش غيجيو زوينين في الحطه. خدات منهم ربعه، خدات هادو هانتوما شوم هاكا. المهم بقاو مجموعين في هاد البلاطو هذا وجا على قياسهم. هادو البنات 10 دراهم الوحده، زوينين حتى هما وكيتسد ليهم هاد ديالهم كتسد يعني كتحكم. تقدري تخليهم في الثلاجه، تخليهم هكايا فوق البوطاجي ولا شي حاجه. الحاجه الاخرى اللي خدات هي طباصل اللي عجبوني بزاف وخاصه البنات المرجان، ما نوريهم لكم طباصلات هكا ديال الشلايد ديال المهم بزاف ديال الحوايج. شوفوا هذا الحجم راه كبير البنات، شوفوا يدي قداش، شو راه كبير. هذا البنات دير 4 دراهم 95 يعني 5 دراهم الواحد، وهكا غارق يعني تحط فيه الماكله، تحط فيه الشلايط، تحط فيه هكا الا كانوا عندك ضياف تقدري تحطي البلا الوسط وهادو هكا في الجناب. خدات هادو خدات منهم 12 10، خدات 10 من هادو كيف قلت لكم خمسة تقريبا 5 دراهم الواحد، وخدات هذا الكبر منه شفتوا هذا الموين وهذا الكبر منه كيجيو هكا في الحطه زوين البنات. وهذا الكبير ديالو دير 10 دراهم. كاين هذا الموديل وكاين واحد الشكل اخر حتى هو، لكن هذا هو اللي عجبها هي خداته، زوينين عجبوني حتى انا ورخاص يعني هادو 5 دراهم راه يعني بلاش. صافي البنات هادشي اللي خدات، هادشي اللي كاين غزالات، هادشي اللي كاين. هادو هما المشتريات اللي شاركت معكم، والنهار ديالي كيفاش داز بديتو معكم الصراحه من الصباح ما كنتش ناويه ندير هادشي كله، ما كنت زعما ناويه نصور لكم حتى الليل، يعني قلت غندير لكم غير هذيك الخريجه هكا، بالخصوص ملي كتخرجي مع الحباب ومع العائله كيدوز الوقت بالزربه وكيدوز زوين. صراحه داز وقيت زوين وداز نهار زوين، وخرجنا الدراري هكا بدلو الجو ولعبوا شويه وهرسوا داك الروتين. اليوم الحد يعني كيقنطوا في الدار، حتى حنا الصراحه كنقنطوا، بالخصوص ملي كيكون هكا الحال سخون والدنيا الجو زوين 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 بزاف. اليوم جانا واحد الصاد يعني ما معوليش على داك الديور باقيين باردين، انا ما كنتش معوله على داك الجو بحال هكاك، يعني لبست اللي كنت شوف الفيديو اللبس يعني سخون شويه. صافي هادشي اللي كاين، كنتمنى تكونوا دوزتوا معايا وقيت زوين ونهير زوين، وتهلاو ليا فراسكم وبسلام عليكم مع فيديو جاي ان شاء الله. وما تنساوش تبارطاجيو القناه ديالي وتلايكيو ليا، لايكات ديالكم البنات كنشوفوا لي فيديوكم لي فيو اكثر من لايكات، فكنتمنى انكم تبقاو تحطوا ليا لايكات ديالكم وتهلاو ليا فراسكم. السلام عليكم مع فيديو جاي ان شاء الله.